الناس في الماكله. قدر يعطي والدكم خامجه ما نعرف، قول تينا وزهرك واحد. كيتم الاستخراج ديال التلاميذ ولا المستفيدين الحاليين اللي ساكنين دابا من الزنقه وكيعيشوا في الزنقه. رغم اننا خصنا نقراو، رانا ماشي السن ديال نخرج من الزنقه نتمكن، فهم باقي يلاه 16 عام. محمد بن سلمون عايش في هذه الخيريه، كنعاني من شحال من حاجات، النقص في الماكله، نقص في الحوايج، نقدر نلبس خوتي اللي خرجوا منا كنقدر نلبسهم انا دابا تما، شحال من حاجه ناقصه بحال الناس كيجيبوا شي حاجه نقدروا نشوفوها والنص ديالها يقدر يدخل قول ما يقدرش يدخل، تقدر يعطي والدكم خامجه ما نعرف قول تينا وزهرك وها. ودابا شحال من مده مقتنيه ان شاء الله؟ قول هذه 4 سنين تقريبا. كنطالبوا نرجعوا نقراو، وانا حاليا كاين اخوتي اللي كتقرا، وانا دابا عملت تكوين شحال هذه العام اللي فات عملت تكوين ديت فيها الدبلوم وما قدروا لا يعاونوا لي لا حتى حاجه. السلام عليكم. الاسم ديالي احمد امين، بحكم انني كنت مستفيد سابق ولا نزيد سابق بجمعيه روابط الصداقه اللي كتشوفوا حدايا، بغيت نهضر لكم فواحد الموضوع اللي هو شويه حساس بزاف بالنسبه لي وبالنسبه للاخوان ديالي الصغار، اللي هو كيتم استخراج ديال التلاميذ ولا المستفيدين الحاليين اللي ساكنين دابا من الزنقه وكيعيشوا في الزنقه وكيجريو عليهم، ما كيخليهمش يعيشوا في الراحه ديالهم، وجراو عليهم القرايه ديالهم رغم ان الموسم الدراسي داز عليه 1.5 شهر، جراو عليهم ما خلاهمش يكملوا القرايه ديالهم، حيت الاغلبيه ديالهم هنايا تقريبا وصل البكالوريا 5 ايام 6 ايام، من رغم هذاك ما كملوش القرايه ديالهم. علاش؟ حيت المسؤولين الكبار كيكونوا هو يعني اللي كياديهم في داك الشيء. وثاني حاجه بغيت نهضر في الموضوع ديالي الاخوان اللي كانوا نزلاء سابقين في هذا المركز، بغيت نقول لكم باللي حنايا شحال هذه ملي كانوا كانوا كيقولوا لنا في 18 عام غتوصلوا غنوقفوا معاكم غنخليكم تكملوا في الجو الجامعه ديالكم، نعطيوكم منحه باش تكملوا القرايه ديالكم، كانت عباره عن وعود كاذبه كانوا كيكذبوا علينا، ما كانوش كيعطيونا الكلمه. وملي خرجت انا في 18 عام بحال اللي بغيت نقول لكم تم بحال نقول لك جراو عليا ياك وخرجوني من البكالوريا ديالي، مشيت الحمد لله كملت القرايه ديالي في الكليه، ولكن من طرف شي بعض المحسنين ماشي هذه الجامعه ولا هذه الجمعيه ديال المسؤولين، وتم بحال نقول لك تفزيزي من طرف المسؤولين الكبار، بقاو كيقولوا لي لا قلتي ولا هضرتي على شي حاجه ما غنبقاوش نعقلوا عليك، ودائما كانوا كيهددوني وكيهددوا الاخوان ديالي اخرين. وبغيت نقول لكم باللي هذا الموضوع هذا اهم حاجه جيت نهضر مع على خوتي الصغار، ماشي انا، ما انا الحمد لله باقي كنقرا، باقي في الماستر ديالي، بحال دراري صغار اللي دابا كيقراو في البكالوريا والسانكيم والسيزيوم اللي علين يوصلوا للمستقبل ديالهم، فين غيمشيو لما كانوا شي محسنين ولا الناس مزيانين في هذه الدنيا؟ شكون اللي غيوقف معاهم من غير هاد المسؤولين؟ هاد المسؤولين كيجريو عليهم دائما، ودابا هما كامل الاغلبيه ديالهم كيباتوا في الزنقه حيت هما يتامى بحال اللي كنقولوا حنا في الخيريه ديال بن ديبان. وكنتم كنتمنى من عند الدوله ولا بالسلطات اللي فوق منا تشوف من حل هاد اليتامى اللي عايشين في هاد الجمعيه، وكنشكركم بزاف، وكنكون هو يكون عباره عن موضوع مفتوح ويتم النقاش فيه، وشكرا بزاف بزاف بزاف. مشينا عند الرئيس قال لك ما بيديش، مشيو عند زينب، مشينا عند زينب تاع المدينه قالت لك تاينا ما بيديش، هذا كيصار داك عند هذا، هذا كيلوحك عند هذا، رغم اننا خصنا نقراو، رانا ماشي السن ديال نخرج من الزنقه نتمكن، فهم باقي يلاه 16 عام، ماشي السن ديال انني نخرج نتمكن. بحال كنشوف المستقبل ديالي ماشي خاوي، ماشي في الخاوي، الناس كيطلعوا انا هاود، الناس كيطلعوا كيبنيو المستقبل ديالهم، انا واخا كنبغي نبني المستقبل ديالي، كيجي واحد اخر كيضرب لك كلشي في الزهر وكيهدمو لك. علاش؟ علاش هادشي هذا كامل؟ علاش؟ رغم ان المركز يقدر يوزع 40 واحد وحنايا 13 بينا اللي كنعانيو في هادشي هذا، 13 بينا كنعانيو في هادشي هذا، و2014 وانا تما في عمري 16 عام و4 سنين هادي اللي انا كنعاني من هادشي هذا، 4 سنين هادي كنعاني في هادشي هذا. كنطالبوا خصنا نرجعوا نقراو، وحشومه باقي ما شفنا شي حتى مدرسه كيف عامله، والله ما شفنا حتى مدرسه كيف عامله، باقي ما تدخلنا، كتدخل مدرسه كيقول لك خرج فين يا ماليطه، واخا كنبغي ندخل نشوف مدرسه كيف عامله كيقول لك خرج فين يا ماليطه، عنده الحق، فين يا ماليطه؟ خصني المكتوبه ديالي كلشي. علاش حنايا ما موفرينش لينا داك الشيء؟ علاش؟ خصهم يوفروا علينا هادشي هذا. كاين الناس المحسنين كيجيبوا لك كتوبه، كيجيبوا لك حوايج، كيجيبوا لك كلشي، الحق ما كيوصلنا والو، كنشوفهم مزيين حدا عينا راه هما كنقولوا الحمد لله، الحق ما كيوصلنا والو. الضبابه كيخليوك عوار، علاش هادشي هذا؟ بحال التدواج شهرين ما كندوشوش، الشامبون ما كاينش، لابابوس كاملين مارسين، شراجم د الريزيدونس كاملين مارسين. يا واحد الحاله عايشين فيها، كنغطيو بصبانات الزربيات اللي في الارض كنغطيو بهم، واحد الحاله عايشين فيها. دابا انا عايشين مع عزيزه ولا جيت نعبر على ديك، لا جيت نقول واحد الحاجه، راه اصلا واحد ديك عزيزه عامله فيها الخير وماشي تاع عزيزه حقيقيه. تخيل الا مشات دار ربي الله يطول لها في العمر، دار ربي انا ما نمشي الطوطه ديالي بحال الناس اللي كنشوف الزنقه السيلي الزنقه، رغم انني ندخل في وسط هذا المركز اللي تبارك الله قد وقات السخط، يربي فيه ماشي بنادم، يربي فيه الغنم، وما عايشينش بخير. علاش؟ حيت ما مطالباش الحقوق، خصنا كنطالبوا بالحقوق حنايا. كنطالبوا بهذا الشيء هذا، خصو يتعوض هذا الشيء هذا، يعني ماشي العيش، العيشه اللي معايشينها ماشي عاديه. خصهم يجيو المسؤولين الكبار، يعني الكبار هما اللي خصهم يجيو يشوفوا هذا الشيء اللي عايشينه في هذا المركز، في هذه الخيريه هذه، خصهم يجيو يعوضونا هذه العيشه هذه، راه بحال اللي ما عايشينش. السلام عليكم، معكم عمر ضفير، كنت سابق في نازل المركب شمعية الصداقه. غنهضر على واحد النقطه مهمه ديال المشاريع كما كتشوفوها. المشاريع تبارك الله قد شنو هما، ووعدونا عنا على اساس ان حنا هما المستفيدين الاولى، وما شفنا والو. يعني حدا وزيره ديال الاسره والتضامن ديك النهار، وكانوا الناس كيبينوا باللي النزلاء المركب الشمعي الصداقه سابقا انهم هما اللي غيستافدوا من هذا الشيء هذا ان شاء الله وكذا. ملي نزلنا الارض الواقع كان وجه اخر، عيطوا خدموا لمن بغاو وخرجوا من ديك 3 شهور هذه. دونك دابا كنطالبوا يشوفوا الحل لهذا الشيء هذا، لان هذا مشكل كبير. هادشي هذا تبنى على اساس باش حنا نخدموا فيه في الاخر، عاد جنسينا كمسؤول تجي تقول ديك القضيه ديال راه ممنوع، حنا ما غنخدموكمش، ما غنعمل لكمش، هادشي ماشي ديالكم وكذا، باش من صفه. هادشي هذا تبنى علينا حنا كانوا زلاء سابقين من مركب شمع صداقه، فهذا مشكل خصنا نشوفوا الحل ديالو، ونتمنى هاد الهضره هادي توصل للمسؤولين الكبار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.